السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والتلاوة القرآن وكل فعل الخيرات. الحمد لله الصيام مقبول إن شاء الله. باقي عندي هادشي ديال إيطاليا، سفر إيطاليا، وبغيت نزيدكم واحد المعلومات. الفيديوهات كاملين راهم كاينين في القناة. شاركت معكم هاد بيتزا، شاركت معكم بزاف الحوايج. واش إيطاليا البلاصة اللي مشيت ليها موجودين فيها المأكولات، المواد بدون جلوتين بدون لاكتوز ولا لا؟ شاركت معكم الأكل على برا واش موجود. البلاصه اللي مشيت ليها للاسف شاركت معكم حتى القانون واش مسموح لي ندي معايا ولا لا ديال في الطياره زعما، واسمحوا لي شركه الطيران انني ندي معايا بعض الكيلوات او الباليزه ديالي بدون جلوتين. كل شيء شاركته معكم. المهم راه موجود الفيديوهات من قبل، كاينين في القناه كل حاجه بوحدها. هذا الفيديو خليط متنوع، جمعت فيه بعض الفيديوهات اللي بقاو عندي والصور، وبغيت نزيدكم بعض المعلومات بانه البلاصه اللي مشيت ليها انا مشيت للمونديلو. مونديلو كاينه في حدا باليرمو، باليرمو اللي مشهوره بزاف، ولكن مونديلو حتى هي ما فيهاش بحال دابا الريستورانت بزاف. بحال هكا الا مشينا كاينه هذه البيتزا الاولى، صايبتها لراسي شريتها من الفريغو زوينه وعمرتها لراسي. راه ذكرت لكم الفران، مشكل الفران وهذا في السفر وكيفاش درت ليها. هاد الشلاضه ما كنت شاركتها معكم، كنا خرجنا من البحر عرفتو جيعانه وبغيت نبدل، بغيت حاجه ما لقيت والو. لقيت واحد بحال هذوك الطوموبيلات اللي كيمشيو كاميو اللي كيبيع، هاد الكبال شاركته معكم. هذاك لقيتو عجبني، بنتي بغات تاخذ من عنده، قلت نشوف حتى انا واش ناخذ من عنده شي حاجه. المهم الطاليانيه راه ما عنديش، والمهم بقيت كنتفاهمت انا وياه واخا غير بالحركات قال لي لا عارف اشنا هو بدون جلوتين. قلت لي السردين، كي لقيت السردين بحال ديالنا تقريبا اللي كنديروا وحده فوق وحده، كاين السردين في الانواع اللي في الزيت اللي هكاك غير دايرينو غفز ماشي طيب، فهمتوا؟ المهم الانواع والاشكال شهاني هذاك الشيء، وتعرفوا البحر وكنبغي الحوت وهذا. قال لي لا ما ننصحكش تاخدي حتى حاجه. قلت ليه وكنقول لي والدنجال، الدنجال كيبان ليا هكا رولوات وفيه السردين عرفتوا. واحد اش غنقول لكم، هو ماشي محل، هو متنقل، ولكن قداشنا هو كبير. قال لي اللي ننصحك بيه، اللي ننصحك بيه غندير لك شلاضه. قال لي شلاضه وغندير لك هاد فواكه البحر. قال لي هما اللي مضمونين. ما شكون كان شي واحد يبغي يبيع يقول لي، وهو قال لي لا. قلت لي غير داك الدنجال، قال لي دنجال قليتو، قال لي ما فيش هذا الدقيق، ولكن قليتو في الزيت اللي قليت فيه الحوت فيه الدقيق وهذا. قلت لي صافي شكرا. عطاني هذاك عرفتو راه صغيور، انا غير مكبره مع الكاميرا صغيور، عرفتو شحال خلصت فيه؟ 10 اورو في واحد الحبات ديال فواكه البحر وشلاضه بارده. انا بغيت نتغدى بشي حاجه سخونه، هذاك هذوك فواكه البحر حتى هما كانوا باردين. المهم قضيت بها. هنايا يمكن كوناد فاميليا مشيت لثلاثة او ربعة المحلات الكارفور، شحال من بلاصة صورتها معاكم. اذا راه كل فيديو خاص بشي حاجة، تا ديال البيتزا ديال السفر ديال القانون اشنو ديت معايا، وحيت المهم اشنو ديت معايا وهذا وهذا، كل شيء راه مسجل فيديو واحد بوحدو. اذا قلت نشوف الا ما شفتوهمش باش المهم تعاودوا تشوفوهم، وزدت لكم هذه المعلومه. وللاسف ان مونديلو ما فيهاش بزاف بدون جلوتين عكس ايطاليا. ايطاليا الداخل حيت حنا هاد باليرمو مونديلو بحال جزيره جات ماشي وسط ايطاليا. مازال باليرمو كون مشينا ليها زعما جلسنا فيها استقرينا فيها كان احسن. انا مشيت ليها غير نهار واحد ومحيت الماكله اللي خديت تما اللي لقيتها بدون جلوتين تما، كان بعدا شويه اكثر على مونديلو.
صافي، راه شاركت معكم كل شيء، داكشي دابا غير كنفكركم، وبغيت نعزل هذا الفيديو بوحدو، كنت ما بغيتش نهضر، نخلي هكاك غير تشوفوا الصور وهذا، ولكن هاد الدقيق راني جربته معكم. المهم شحال حاجه باقي هذا ديال البيتزا اللي كيبان، ان شاء الله غادي نشاركه معكم ان شاء الله. ولكن عندي الشلاضه هذه كنت ما هضرتش لكم عليها، ما شاركتهاش معكم، اذا هضرت في هذا الفيديو. صافي، نخليكم مع بقيه الفيديو، الا عندكم اي تساؤل او تعليق خليه لي تحت الفيديو، ويمكن نقدر نخلي لكم هذا واحد الخبز شريته زوين جربته انا هكا في الدار في العشيه، عزيز عليا الحار والطون.